واحد بقلب واحد وباسم واحد وبكلمة واحد اسم والألوان بيضاء فقعة بيضاوية. حضرات السادة والسيدات، معالي الوزراء، سعادة السفراء، سفير دولة فلسطين، نحن مع فلسطين ظالمة ومظلومة. الجزائر تمكنت في السنوات الأخيرة من تخريج إطارات نسوية، أنتكت مؤسسات الدولة الجزائرية. الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات باعتباره أعرف منظمة نسائية في الجزائر. ما شغلتوش على وقتكم. المهمة أمهاتنا المجاهدات اللي عزاز علينا، أبناء القايدة حليمة، أبناء لالة فاطمة نسومة، وأبناء جميلات الجزائر. ضيوفنا من المنظمات الجماهيرية، من المنظمات النقابية، من كل الحساسيات التي حضرت معنا. وطني أوليتك أبيض الحمام، فضمني بين جناحيك وعلمني السلام السلام. وطني ما عنديش بغير بلادي، لا نجيري مونامور، لا نجيري بورتجول. تحياتي لهل أسو في سوان غار تربع تنجمو عند مورد تلوي تيتزيريا ماستيك دودا عبد العزيز بوتفليقة. بكل عفونة المحبة تحية للفرقة التشكيلية الموسيقية للمديرية العامة للأمن الوطني والنشيد أو السلام الوطني الجزائري. قبل أطلب من حضرتكم جميعا أن نقف وقفة للوطن، هذا الوطن.